مساء الخير اعزائي المشاهد ونحن مرحبا فيكم مره ثانيه جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الكود رحب فيكم ولكل من انضم الينا وتواصل معنا تشرف فيكم ومع المسجات اللي قاعده توصلنا بشكل مستمر عن كثير من القضايا اللي اللي اللي, اللي موجوده حقيقه يعني دائما الانسان يعني في بعض الحلقات يعني يتمنى ان يعني يطرح بعض المواضيع اللي نقول يعني فيها تفاؤل، فيها شيء يعني يونس الواحد، فيها شيء يفرح الواحد، ولكن ما ادري هي يعني اعتدنا على 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 المواضيع اللي فيها مشاكل، واعتدنا على المواضيع اللي فيها هموم وقضايا الغمز واللمز، وقضايا التخوين، وقضايا الامور اللي يعني على مدار الايام قاعد نشوف ان العمليه قاعد الطول ولما ترجع للسبب الرئيسي تشوف ان السبب شيء عادي جدا ولما تيجي تقيم ان هل هذا الامر يستحق او لا يستحق تشوف انه ما له اساس اصلا يعني الموضوع ما له علاقه في اللي قاعد يصير في المجتمع انا هذا الموضوع جدا يعني يحزنني ويمكن اغلب الكويتيين يتاثرون من هذا الموضوع. أه بالاونه الاخيره ولو تكلمنا عن مجلس الامه. يعني وجهات نظر يعني كثير من الذين استاءوا من المجلس واللي قاعد يقول ان المجلس ما قدم شيء وما سوى شيء وما صار شيء. ولازم نعرف أه يعني شيء مهم جدا في الموضوع ان يمكن ان المجلس ناس ما يتابعونه وايد ويمكن ناس ما لها خلق المجلس بس معنات هذا ان الناس ما تتاثر لا الناس تتاثر في بعض التصرفات اللي قاعده تصير داخل مجلس الامه بالكلام بالمواضيع هذه ودليل الكلام اللي انا قاعد اقوله سيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه بنفس اخر جلسه قال يا جماعة ترى احنا اي شيء قاعد نسويه قاعد نعكس على المجتمع وهذا دليل ان 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 الامر اللي احنا قاعد نتكلم فيه يشمل كل شيء سواء اه قول سواء فعل سواء تصرف سواء حركة سواء تصريح هذا يأثر على المجتمع وهذا امر طبيعي يأثر على المجتمع اليوم الخمسين النائب آه المفروض المفروض لما يعني انا اتصور سمعت من اكثر من نائب دائما كان يقول ان احنا يعني نمثل الامه واحنا نمثل الـ 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 الشعب وهذا بيت الامه والكلام اللي احنا دائما نسمع فيه الامر هذا انا اعتقد ان من يمثل الامه لازم اليوم نحترم هذه الامه انا اليوم لما امثل شخص يعني انا اليوم لما اي اقول والله ترى انا اكو شيء يمنعني من اني انا اسوي هذا الامر قد يكون غير الخوف من رب العالمين وغير اني انا مثلا اه هذا حذر منا مش عارف ايش دائما اعتدنا في الكويت ترى هذا ولد فلان فكنا نحافظ على سمعه اللي تعب عليها ابونا فكنا دائما نتمنى لما يقول له والله من ولده والله ولد فلان يقول والله ستين نعم ف اكون انا اتشرف اني انا امثل والدي او اتشرف اني انا احمل اسم مثل اسم والدي. اليوم نفس العمليه انت المفروض اليوم كعضو مجلس امه وتمثل الامه تتح يعني تحاسب نفسك على كل تصرف او كل كلام تتكلم فيه قاعد يوصل للامه. انت اليوم قاعد تقول تصريح في مجلس امه انا ما اتكلم الموضوع سياسي ابدا انا اتكلم موضوع اجتماعي بحت انعكاسات اجتماعية على المجتمع كانت توصل الى مراحل ما في شخص يحب هذه البلد يتمناها اليوم يتيحق حق واحد يمكن في بعض الشباب من اعمارهم عشرينات يمكن ما يفهم في السياسة ولا يتابع سياسة وكذا بس يتأثر 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 على تصريح يتأثر على ردود فعل يتأثر على هالأمور هذه فتشوف المستوى الأخلاقي للأسف عندنا قاعد يروح من بعض التصرفات الآن واحد يقول لي يعني أنت اليوم تتهم أعضاء مجلس الأمان أقول لك بعض أعضاء مجلس الأمان يتحملون المسؤولية في هذا الأمر اليوم خلنا نأخذ على سبيل المثال اليوم في توجه عدد كبير من الاستجوابات استجواب قدم وبعدين يا يعني وراء استجواب ثاني قدم كل استجواب في محاضره وكل استجواب يختلفون المقدمين عنه وفي اعلان عن استجواب ثالث قادم الان الاستجوابات هذه مستحقه غير مستحقه كل واحد له رايه عمليه ديمقراطيه يعني اليوم واحد يقول من ليش يسوي الحركه؟ واحد يقول لك لا والله هذا من حقه هذه اداة دستورية ويبي يتسائل ومن حقه، لا ليش القفز على رئيس الوزراء ليش اليوم هذه النقاشات هذه ما هي مشكلة واحنا مش محل محكمة دستورية احنا نقعد نفصفص في هذه الامور، الاهم من هذا الامر الاهم من هذا الامر ان اليوم لا الشارع ما عاد يتكلم في اللغة هذه، اليوم الشارع صار معه ولا ضد؟ اذا انت مع فلان معناته انت خاين انت مو زين زين المشكلة انت ما راح تنطر انتصار هذا فاز في الاستجواب ولا هذا الاستجواب انت قاعد تفكر في مصلحة بلد النهاية انا ما يهمني هذا الاستجواب فاز ولا ما فاز انا اشوف هذا الاستجواب ماذا قدم للكويت احنا اليوم وصلنا الى مرحلة انه لا تدش تويتر تشوف تخوين تشوف تجريح تشوف سب تشوف لعنه تشوف انت فلان الفلاني عشان فلان الفلاني سوالك مش عارف ايش تشوف تخويم للمجتمعات تشوف الناس يعني ماني عارف يعني هل احنا اليوم وصلنا في الكويت أن والله انا اليوم لاني انا مثلا علاقة جيده مثلا مع فلان الفلاني او انا احب فلان الفلاني يعني اي احد يتكلم عن فلان الفلاني معناته ان هذا ضدي هذا عدوي وهذا امر قد يكون عنده وجهه نظر ليش اليوم فقدنا السلوكيات اللي نتكلم فيها ونتحاور ليش شو السبب شو السبب ليش اليوم كل واحد فينا يبي يطلع ويبي يصير بطل علشان يقول والله هذا الشو وهذا الامر اللي انا سويته وياخذ الصيت الاعلامي ليش ما انت اليوم لما تقعد تفكر وتدش تويتر وتدش بعض المواقع الاجتماعيه تشوف اشياء وتشوف كلام اقسم بالله العظيم ساعات تقرا تغريدات تقولها معقوله يعني هذا كويتي وهذا كويتي؟ معقوله انت لما تروح الشارع وتروح الدواوين وتشوف الاختلاط اللي في المجتمع ما تشوف الكلام هذا لما تيجي تدش في, في التواصل الاجتماعي تقول مو معقوله معقوله؟ يعني معقوله اليوم انا وأنا فكره يعني قد يكون هذين الناس ما يعرفون بعض وهذا يخونه و... ويسبه ويسفل فيه ويلعن وما ما بقت كلمه تنقال عليه. زين متنا ونتكلم احنا عن الجرائم الالكترونيه عن السب والقذف وعن الامور هذه، وش كثر الاعداد، وش كثر في اروقه المحكمه، وش كثر اليوم القضاء قاعد يعاني من هذه القضايا من كثرتها، والرولات قامت تصير في الدور، والاحصائيات وال... ال... بالارقام كثيره. زين العام أ... الاسبوع اللي طاف كان محامي محمد خريبط وتكلم على هذه الاحصائيات وقال ان اليوم هذا مؤشر خطير اللي احنا قاعد نوصل له زين يا جماعة يعني هو الامر هل ان اليوم خلاص الواحد من يصير عمره 18 19 سنة خلاص انا لازم اثبت رجولتي ولازم انا اكون ريال ولازم انا ادش دوانية واقول ترى فلان كتب كذي بس اقول لكم ما سكت له والله وسويت في واحد واثنين وثلاثة واربعة واكبتشر التغريدة مالتي واطرشها واتساب هل هذا اليوم شعور بالرجولة هل هو اليوم يعطيني نوع من انواع اني انا بطل هل اليوم انا ابي اسوي هذا الكلام عشان ابين للعذر الفلاني ترى شوف انا من ربعك كان وياك فاذا انا عندي معاملة او اذا انا عندي شغلة او اذا انا عندي شيء ترى حطني في بالك هل اليوم احنا وصلنا في هذا الامر ان مو مهم اللي قاعد يصير في البلد مو مهم اليوم التخوين مو مهم اليوم الضرب في المجتمع هذا كله ما ادري يوم مهم المهم المصلحة الشخصية مالتي انا شنو تكون ليش ليش وخل كل واحد فيكم يتساءل سؤال وهذا السؤال راح اكرره وايش في الحلقة انت اليوم هذا البلد من حقه هذا الوطن اللي احنا اليوم قاعد نعيش عليه من حقه من حقه ابوك يدك بعدين جيت انت وراح تروح ويون عيالك ويروحون ويون عيال عيالك هذا بلد المفروض تحافظ عليه ليش توصلون لهذه المرحلة؟ ليش اليوم كل شيء عندنا هجوم وتخوين وسب ولعنة وانت ليش؟ ليش ما في حوار راقي؟ ليش؟ اليوم بسيط جدا الامر لما فلان محسوب على فلان، فلان صبي فلان عادية تنقال خلاص وبعدين اليوم عندنا الاسفاف والالقاب صارت بلاش اليوم هذا ولد فلان الفلاني هاي تبع فلان الفلاني هذا آه مشهور مناقصه فلانيه وبعدين توصل الى مرحله انك تقسم المجتمع وبعدين انتو نفسكم نفسكم اللي تكتبون في تويتر وتهاجمون بعض وتطقون بعض وتسبون بعض وتناجرون بعض تي تطلع في الصحافه وفي الاعلام وتقول صراحه يعني يحزننا يحزننا ان نرى الانقسامات في المجتمع الكويتي انا وايد ازعل لما اشوف فلان يقول هذا كويتي اصيل وكويتي مو اصيل ما شاء الله لما انت وايد حزين على هالامر ما كنت تراقب سلوكك انت احد الاسباب في هذا الامر انت طرحك في تويتر ونقاشاتك مع بعض النفوس وصلك لهذا الامر الامر الثاني اليوم وهذه قاعدة دائما احنا كنا نقولها وانا كنت دائما اقولها للمرأة اليوم المرأة اذا سمحت للزوج او للرجل بان يتمادى على كرامتها فمن فتح الباب هي إيه؟ مو هو هي إيه اللي خلتها انه يتطاول ويزيد ويروح 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 ويتم اكثر واكثر في هذا الامر اليوم هل تعتقدون بعض اعضاء مجلس الامه لو فعلا كانوا يحاسبون من قبل المجتمع او من قبل المناطق اللي هم فيها او من قبل ناخبيهم او يدش ديوانيه يقول لا افا والله يا فلان ما توقعت الكلمه هذه منك في الجلسه الفلانيه للاسف وصراحه اقول لك يا يا فلان مع احترامي لك انت عضو مجلس امه بس للاسف ترى احنا كويتي ما نقبل الكلام اللي تقوله في في قبه البرلمان ما وكلام مو مو سب انا احبك انا انتقدتك لاني انا زعلان زعلان لو كل واحد اليوم يحاسب اللي صوت له ما راح تشوفون هذا الاداء اللي قاعد تشوفونه انتم اليوم ما راح تشوفون السب واللعن والكلام الفاضي اللي قاعد تشوفونه فيه اليوم واحد قاعد يطلع يخون عائله من عوائل الكويت واحد قبيله من قبائل شنو هذا؟ ليش؟ عيب الشغله الثانيه انك انت اليوم هذا يقول جنسيتك اولى وهاي يقول ثانيه وهاي يقول ثالثه الثاني يطلع يحط صوره فلان ويتكلم ليش 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 ما تفكرون في ابعد من هذا الامر ليش ما تفكرون ان هذا الشخص وراء عائله وراء ناس وراء اهل وراء بنات وراء صبيان ليش ما تفكرون في هذا الامر لو انت في هذا المكان لو انت في هذا يعني مكان هذا الشخص هل تقبل هذا الامر ما تقبل في هذا الشخص ما تقبل في هذا الامر نهائيا ما تقبل في هذا الامر على نفسك انت الامر هذا اللي احنا قاعد نتكلم عليه وهذه الاخلاقيات اللي احنا قاعد نوصل عليها دمار المجتمع وانا هذه القضية، والله العظيم يعني انا معدل كل حلقة لما اطلع لو اتكلم بواقع مو اقل من عشرين او ثلاثين مسجد نفس الكلام يقولون لي يا يا صالح اتكلم عن هذا الموضوع الولد قاعد يصير كذي البنت قاعد يصير كذي وهذا قاعد يسحبنا الى امور ثانية هذا الامر اللي احنا قاعد نتكلم فيه قاعد يوصلنا الى ابعد من هذا الامر اليوم كلمة حرامي تنقال مثل واصل الماي حرامي بايق نصاب فلوس أه حرام أه مال العام ما أه حد أه اكو كلمة بعد أه شنو يقولون؟ أه لا غير اختلاس كل ما يقولها شنو؟ ايه حديثي نعمه. زين شخص اشتغل والله وفقه في تجاره في شيء معين في مش عارف ايش وبدا يشتغل 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 يشتغل, 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 يشتغل قد تكون العلاقه مع الشخص هذا هو صديقك بس انقطعت العلاقه عنا ثلاث اربع سنوات فما ادري هذا الشخص يمكن تغرب يمكن سوى كذي يمكن طلع له تجاره زينه يمكن الله وفقه في مشروع معين وصار وضعه المادي زين. ليش على طول تيجي تقول آه. والله زمن اللي فلان صار كذي يبا معروفه يبا ليش قذف الناس صار عندنا سبيل وراح انتقل من المجلس الى السوشيال ميديا فاصل مجالكم لكم رجعنا لكم مره ثانيه ويمكن عندنا عدد من المسجات قد تؤيدوا والبعض يحمل الاسره في الامر والبعض يحمل امور كثيره في الوضع. انا اقول الرقابه الذاتيه اليوم في البلد ماني عارف شنو اللي قاعد يصير وليش قاعد نوصل لهالمرحله هذه. وهذا موضوع يعني انا اشوف ان هذا الموضوع يمكن اكو وايد مواضيع كانوا الاخوان في الاعداد حاطينها أه بس انا من كثر ما شفت خلال اليومين اللي طافوا او اكثر من يومين اللي قاعد يصير في السوشيال ميديا شيء خطير والمصيبه مو في الاسفاف اللي قاعد يصير، لا. المصيبه في تقبل الناس والمجتمع لهذا الاسفاف. تقول لي شنو الدليل؟ اقول لك شنو الدليل. دليل انك انت اليوم وين ما تروح قاعد تسمع نفس المواضيع. مواضيع هابطه. وين ما تدش في الواتساب تشوف الكل قاعد يطرش نفس الفيديو او يطرش نفس الكلام. دش في الانستغرام الناس نفس المقاطع تحط اذا العالم قاعد تتقبل تجي تقول لي لا انا ما اتقبل الموضوع بس انا قاعد انشر الموضوع انت لما تيجي تنشر موضوع مثل هذا الموضوع انت قاعد تساهم يعني لما يكون انسان يتكلم بطريقه وقحه وهذا الشخص اليوم انت تجي تاخذ المقطع ماله وتدزه وتكتب تحت المقطع والله صدق ما يستحي انت يعني شنو سويت في الموضوع؟ ما سويت شيء انت بالعكس زدت نسبة مشاهدة الشخص وخليت الشخص من واحد لواحد لو انت لو فعلا ضد هذا اللي قاعد يسوي تبتر الفيديو من عندك يوصل عندك يموت وهذه الناس لو شافت الموت في هذا الامر كل فيديو يوصل لك ذبحة عندك انت ما تصدر لي برا ما تشوفون العالم تنتشر ولا تشوفون هذه الاخلاقيات قاعدة تصير في هذا الامر احنا وصلنا الى مرحلة وللأسف قد يكون الكثير يقول ان هذا كلام ما ينقال على التلفزيون الاعلام تحديدا اذا ما يكون جريء في طرح القضايا المهمة للمجتمع امره ما راح يصلح عمرنا ما راح ننصلح عمرنا ما راح نتعلم احنا اليوم الناس قامت تتعرف السنابات وقامت تتعرف السوشيال ميديا فقط علشان تاخذ الضجه الاعلاميه والبهرجه الاعلاميه وللاسف لما تسال الناس كل يقول لا فلان مو زين فلانه مو زينه فلان مو زين فلان مو زينه وهو المتابع رقم واحد وهو الناشر رقم واحد وهو حافظ القصة من اي تو زد بل الالعب من هذا احنا وصلنا اليوم في المجتمع اننا نتغذى بل نستلذ, نستلذ يعني شايف لما الواحد يعني قاعد يتغدى واكو شيء آه على الطاوله وايد حلو فش تسوي؟ ما تاكله اول شيء تخليه عشان تختم فيه يعني تستلذ فيه نفس السويت شيء حلو تبي تحلي فيه بعد الاكل شيء تستلذ فيه وشيء تبي تمزمز فيه نستلذ على فضايح الناس شيء اروع ما يمكن نحب فضايح العالم نحب مشاكل العالم نحب قضايا العالم لدرجه ان احنا ما قلنا نهتم في نفسنا ما عندنا اهتمام في ذاتنا اصلا للاسف وانا حزين اني انا اقول هالكلام. والله اني انا حزين وانا كنت اعتقد وكنت اكلم احمد المخرج قبل الحلقه ان انا اعتقد ان صوتي ما كان راح يطلع في الحلقه لاني انا فعلا يعني وايد تعبان. يعني تعبان جسديا وتعبان صحيا. فكنت انا اقول لهم انه يعني بس انا احس انه من, من كثر ما انا مقهور فعلا قاعد اتكلم من قلب صار عندنا الوازع الديني للاسف عند البعض او عند الاغلب خلينا نقول عادي طبيعي واحدة في مفسخه وحدة مش عارف ايش نطالع سناب ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما عاد عندنا حي حق ذاتنا احنا ما قمنا نستحي من ما نستحي من نفسنا ما قمنا نطالع نقول استغفر الله شنو هال لا تعال خلنا نشوف واذا سمعت ان في شيء اخطر كان امس تفتر ما بين السنابات وتفتر ما بين الدواوين وتفتر ما بين السوشيال ميديا عندكم المقطع الفلاني عندك تبي تشوفه ما عد طابحك الفضول الدين ماشي صالح خلي شويه الدين صبر راجع خلي اشوف المقطع أسف، شوفوا دز جروب ثاني وجروب ثالث وجروب رابع وجروب خامس وصلنا الى امر والله العظيم صار مقزز سمعه ناس اسرار بيوت قضايا بين مره وزوجها قضيه بين ريال ولده بنات عم عيال عم فضايح شيء والله قام يقزز شيء مخجل. فلانه كانت مرت فلان الفلاني وطاح عليها يا جماعه وين؟ وين الستر؟ وين الستر؟ وين اعراضكم؟ وين حريمكم؟ حريمكم ليش؟ الرجل اليوم ما عاد في خصوصيه في بيتك وين ما اطلع واصور زوجتي وانا رايح مع زوجتي وهذه زوجتي وشوفوا زوجتي وزوجتي تكركر وين الغيره؟ وين الذات؟ وين الاحترام للنفس؟ وين الاخلاقيات؟ وين المبادئ والقيم اللي تتكلمون فيها في الدواوين وفي اللقاءات وفي المحافل الدوليه وتسوون نفسكم انتم افضل ناس؟ ليش صرنا كلنا نعيش بويهين ليش اليوم انا اطلع بالتلفزيون اتكلم انا اني انا رجل وايد زين بل انا اسوء انسان ليش ليش اليوم لما انا انتقدك تزعل مع انك انت انسان لا تستحق ان تذكر غريب تطلعون لو طلعت لقطتين في رمضان تقومون الله لا 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 هذا مو المجتمع الكويتي هذا ما يمثلنا، هذا احنا ما نقبله، هذا دخيل علينا، بلس تسوون اسوأ من اللي بالمسلسل 20 مرة، قد يكون قانون الاعلام لا يسمح بعرض بعض اللقطات فالمنتجين يسوون بعض الايحاءات عشان يسوونها دراما وتعرض، احنا اليوم ما عندنا سقف. ولا عندنا وزارة اعلام احنا اليوم في حساباتنا نسوي العن من كذي والشعب قاعد يطالع ومبسوط ويصفق اليوم لما تيجي تتكلم على نسب المخدرات اللي قاعد توصل من وين؟ من وين برايك انت؟ منو؟ قل لي بعد هذا هاي هاي ما فيها مشاكل قل لي ما فيه قل لي اليوم وصلنا للمدارس بالمخدرات شلون؟ شلون؟ قل لي شلون؟ شلون؟ لما تيجي تقول تناقش مع واحد تقول له يا فلان ترى احنا بالكويت يعني والله الحمد يعني نسبة الطلاق عندنا 50% ليش؟ شو السبب؟ بس كذي بدون شيء صح؟ لما تيجي تقول والله نسبة الخيانة الزوجية بارتفاع شيء جميل شيء يبشر بالخير لما تيجي تقول والله عدد الخطف عندنا والتغيبات واصل المرحلة لما تدش القهاوي اليوم تشوف 20 30 40, 40 بنية و50 صبي قاعد اعمارهم 18 سنة شيء جميل لما تشوف البويات تاسى البلد الله لما تشوف الجنوس لما تشوف المتحولين لما تروح مر صوب الشاليهات تشوف العفسة ولا هذا الحمر والقعدات والخرابيط والدنيا الله الله وين احنا وصلنا وين احنا ما شاء الله شنو من المجتمعات مثقفة وصلنا وين من الرقي انا اعتقد باكر لو اياه اكلم واحد من عيالي اقول له يبا لا تسوي شيء قلت وين قاعد تشفيك مصاحي فيك هو يوصل لقناعة ان هذا تطور ان احنا متطورين في المجتمع وصلنا الى هذه المرحلة بل وصلنا الى مرحلة ادنى من هالمرحلة قمنا انجامل السفيه نعرف هذا فلان سفيه ونعرف ان اسلوب قذر يتكلم فيه في السوشيال ميديا وفلان تسوي حركات قذرة في السوشيال ميديا بس اذا شفناها مكان نسلم عليها ونصور وياها ونستانس لان فلان مشهور او فلانه مشهوره انا مالي علاقه بتصرفاته شو مالك علاقه بتصرفاته شو مالك علاقه بتصرفاته شو اللي قاعد تزرع حق الجيل اللي قاعد يطلع شنو المرحله اللي تصونها قاعد نروح المجمعات قاعد نشوف لبس اقسم لكم بالله انت تخجل من ذاتك تشوفها سواء كان على رجل او كان على مراه اليوم لما تشوف انسانه والحمد لله عندنا منهم كثر في البلد مستورات ولابسين ومحتشمات وم... تقول الله الله يحفظ يبا الله يتمم عليك الله يخليك الوالده والوالد اللي حافظوا عليك تستانس تفرح لما تشوف هذه الناس انا ما اتكلم عن حجاب وسفور أنا أتكلم عن حشمة مرة عن أخلاقيات مرة عن أسلوب مرة عن حياء بالشارع اليوم قد يوصل اليوم صوت المرأة تربل صوتك حد يقول لي صالح أنت وايد تصرخ أبشرك 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 صالح يصرخ هذه قبل كانت تنقال الآن صوتي انا بالنسبة حق وايد اصوات من النساء بالشارع البعض منهم اطلع انا اضرم اطلع له مجمع وصوت وانت ولا لا 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 عادي بالسياره توقف وتخزك وتنزل الجامع وتشتمك عادي مر طبيعي جدا وترد لما تقول لها ليش تسوي تقول والله يستاهل وما يالا شيء واسمع اسمع كلمة ولولا الحشيمة كان شاف شيء اي حشيمة لولا الحشيمة ايش بقى من الحشيمة هي ايش بقى من الحشيمة عشان لولا الحشيمة كان صار هذا الامر انا الكلام اللي انا قاعد اقوله راح تذكرونه بعد سنوات كم مقطع اليوم طلع بالسوشيال ميديا وانتشر يستهين برجال الشرطه او رجال المرور سواء واحد او وحده شوفوا وصلنا لاي درجه ما فكرنا ان هذين اللي يحموننا وهذول اللي احنا نلجا لهم في الخطوره وهذول اللي ما ينامون يصنعوا عشاننا وانا ما اقول ما في اخطاء في اخطاء بس ما المفروض ان نتداول اخطائهم عشان تعمم هذه الاخطاء كم وايد وايد بل الالعن من كذي وعشان اوريك الناس انه مو مهم شنو الموضوع مو مهم الموضوع المهم أنه يتداول المقطع بعد الفاصل راح أقول مقطع كلكم بتعرفونه وشون عالم تداولته وآخر شيء شنو طلع المقطع عطنا فاصل أنا لكم مره ثانيه عشان اسكر هذا الباب بس عشان اوريكم الناس ما يهمها شنو الموضوع البارح يعني انا على المستوى الشخصي اتكلم اذا المقطع ما وصلني باربع اجزاء يعني خلنا نقول ما في جروب من الجروبات اللي انا فيهم ما ما اندز وعلى مستوى الواتساب من شخص لشخص مو جروبات يعني يمكن خمسين شخص اندز لدرجة انا قاعد استذكر الموضوع لهذه إن الفيديوهات انا شايفها وصلت الى مرحلة ان انا شكيت في الامر موضوع اللي يشق الجنسيه واللي فالمهم رفعت سماعه على واحد يعني من المصادر يعني الثقات اللي انا يعني اعرفهم في الاعلام وسألت هذا السؤال هذا المقطع اللي العالم قاعد تتداول فيه وكذي يعني هذا هو نفس المقطع مال قبل سنه ولا انا يتهيألي قال لي بل هذا قلت له وليش العالم هابه فيه الحين يعني؟ كان ما في طلعوه مره ثانيه المقطع المقطع نفسه طلعوه مره ثانيه وبلشت العالم تتناوله والمشكله ان كل واحد يقول شوف واللي يكتب وين الداخليه عنه واللي يكتب هو المقطع هذا من قبل سنه وال شخص تصور تحاكم او موجود بالسجن او شيء كذي والعالم تروح تمشي تمشي في الموضوع تمشي والعالم تصدق والعالم ماشي ومش عارف ايش فسالت واحد من الشباب قلت له المقطع هذا تعتقد ليش؟ قال لي الوضع الوضع الان السياسي وموضوع الجنسيه وموضوع مش عارف ايش والقضيه اللي صارت في مجلس الامه والنقاش وعدم قبول القانون وتسوء على القانون فطلعوا المقطع هذا متواكب للجسمه شوف احنا وين وصلنا شوف ضعف النفس وين يوصل شوف ساعات مقطع في اليوتيوب فلان الفلاني، ادش لما لما على اللينك على على اللينك، افتح اليوتيوب اكو سهم على اليسار، طقه ينزل لك تحت شويه يعطيك التاريخ، تشوف الفيديو 2005 2004 2015 قديم! لكن للاسف انا ما ادري يعني اذا الله اعطانا عمر ويطول بعمركم وراح نعيد الحديث في هذا الامر او ما نلتقي ونقول هذا الحديث ولكن اعتقد انه وجب علي لما انا اقول كل هذه القضايا وهذه المواضيع اني اختم المحور هذا بنصيحه. والله يعني اذا في شاب قاعد يشوف او في بنت قاعد تشوف او وصل المقطع لكم عن طريق اي شيء بالسوشيال ميديا او عن طريق الواتساب. فكر بخمس ثواني واسمع نصيحة من أب لأبنائه أو لأخ لأخوه أو لأخ لأخته فكر خمس ثواني قبل لا تدز أي مقطع كان في حياتك هذا زين وهذا مو زين وفكر ثلاث أسئلة حطهم قدامك لو أنا دزيته شنو ممكن يصير زين وشنو ممكن يصير مو زين وهل انا راح استفيد شيء من نشر هالمقطع ولا ما راح استفيد من نشر المقطع هذا؟ هل راح اضر نفسي او ما راح اضر نفسي؟ وهل سوف احاسب يوم القيامه ولا لا؟ والله لو حطينا هالاسئله امام عيننا. هالثلاث اسئله. وثق بالله. شوف انت شلون راح تتغير مره ثانيه. هذه نصيحتي الاخيره وراح اسكر هذا الباب. هذه نصيحه لكم. كلمه اخيره ومؤلمه جدا. قد أكون موفق وهذه نعمة من رب العالمين الحمد لله ودائما أنا أحمد ربي على هذا الأمر بأن كثير من الناس اللي أنا ما تشرفت أني أنا أعرفهم يتواصلون عن طريق الواتساب مع البرنامج اللي دائما يحط لكم يا المخرج ويطرحون قضيتهم و مشكلتهم و أمرهم شغلة في الصحة شغلة في البلدية شغلة في مش عارف إيش في كذا وأنا واعوذ بالله من كلمة انا اتشرف اني انا اذا قدرت اسعى في خدمة اي احد وهذه نعمة من رب العالمين ان اختارك انت انك تخدم اي شخص وهذا شرف ووسام انك تخدم اي شخص يكون مظلوم وتسعى له في امر سواء عن طريق معرفتك سواء عن طريق اي شيء بالنهاية تخلص امر الشخص بالقانون وهذا توفيق من رب العالمين من ضمن المسجات المؤلمة اللي وصلتني. احد الاشخاص بعث لي واتساب فصل طويل انه كذي كذي والوضع عندنا كذي ومش عارف ايش وكذا وكذا وكذا. عشان بس التخصص انا فاتح الواتساب على نفس الشخص اللي كان داز الامر. فقاعد يقول لي عن وظيفه ما وظيفه فاذا تقدر يا ابو حيدر ابي ادخل ولدي بوظيفه اذا تعرف احد وللعلم يا ابو حيدر قاعد أقراك من الواتساب ترى ولدي مو كويتي بس عنده حصان 65 وهم اثنين او واحد فيهم وهو المهم اللي قاعد يتكلم عليه مهندس بترول والله يمكن انا قعدت عشر دقائق قبل لا ارد على هذا الرجل وحطيت امام عيني ولدي وعسى الله يحفظ عيالكم كلكم حطيت قدام عيني ولدي حيدر اللي في امريكا اللي هذا الولد يدرس هندسه واللي انا هذا الولد انطر على نار شهر خمسه ان هذا الولد يرجع من السفر عشان اشوفه لان انا مشتاق له وهذا امر طبيعي اني انا اشتاق حق ولدي انا سنه مو شايفه ولدي حيدر قاعد يدرس هندسه في امريكا قاعد احط في بالي لو انا يا اليوم اللي حيدر بعد سنه ان شاء الله تخرج من الهندسه ويا الكويت وقعدت انا ابحث عن ولدي واقول حق ولدي ما لاقي لك وظيفه شنو الشعور اللي راح ادمر فيه هذا الولد تعتقدون هذا الولد شنو قاعد يفكر انا اللي هديت امي وابوي وقعدت اربع سنوات في امريكا وادرس اخر شيء ارجع البلد وما القى وظيفه تخيل هذا الشعور نفسه يحس هذا الولد بس يمكن هني الجواب يختلف عن الجواب اللي راح اقوله حق حيدر جوابي حق حيدر قد يكون ان انا اقول له يبا لازم نحط لك واسطه ولازم ندور لك وما في وظائف شاغره واحنا ناطرين ديوان وننطر دور مش عارف ايش وكذا وكذا بس هذا الولد اتصور ابوه قاعد يجاوبه جواب واحد يقول انت انولدت وعشت و... وانا انولدت وعشت في البلد وعندك كل المميزات وتمتلك احصاء 65 بس انت مو كويتي فانا بس انا اتمنى انكم بس تقعدون لحظات وتفكر لما هذا درس الولد وصل هندسه وتخرج حالة حال اي شاب 22 23 سنه واليوم ينصدم ان الواقع يعيش في هذا الامر انا اتمنى والله اتكلم كشاب كويتي اتمنى ان البلد تستثمر هذه الناس تستثمر هذه الشباب وهذه الطاقات اللي موجودة من إخواننا البدون في عندنا مجموعة من الناس قد يكونوا مو بس بدون في منهم مقيمين مبدعين بل فوق الإبداع ولكن لسبب إهمالنا في هذه الناس وصلنا الى مرحلتين، المرحلة الأولى دمرناهم لأن أنت مو كويتي وأنت بدون وأنت مش عارف إيش وهذا النفس للأسف. والمرحلة الثانية خسرنا الكويت بأننا نستفيد من طاقات قد يوفرون علينا في المال العام الكثير والكثير، وثقوا بالله وهذه كلمتي النهائية، لو كل شخص حط الله قدام عينه ما كنا راح نشوف مثل هذه الحالات. في هذا البلد اشوفكم يوم الأحد في الله